السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما شرحنا الكنترولرز البي والاي والدي، عرفنا ميزات كل واحد فيهم، بعدين اشتقينا منهم البي دي واشتقينا البي اي وعرفنا ميزتهم، وعرفنا من الجدول هذا انه كيف كل كنترولر بيأثر على الاستابيليتي والستيدي ستيت ايرور. هسا البي اي دي رح ياخذ الفيتشرز، يعني ميزات الكنترولرز السابقين، فراح يحسن الاستابيليتي وراح يحسن للستيدي ستيت ايرور. فراح نشوف اول شيء راح نشتغل الترانسفير فانكشن البي دي، وباستخدام مثال راح نشوف كيف راح ياثر على الثنتين مع بعض. هسه احنا بنعرف طبعا هذا السيستم وهذا الكنترولر اللي راح نطلع له الترانسفير فانكشن. فاحنا بنعرف انه في هاي الحاله الاوتبوت تبع الكنترولر راح يكون بتناسب مع مين، مع الايرور نفسه اللي هو جزء البروبورشنال زائد مع مشتقة الايرور لانه هذا جزء الدي، ومع تكامل الايرور وهذا جزء مين الانتيجرال. عشان نشيل البروبورشنال بنحط مساواة وبنضرب في الفاكتورز اللي تعلمناهم، وحكينا البروبورشنال بنعبر عنه بكي بي اي اوف تي زائد هنا كي دي اي اوف مشتقة الاي اوف تي بالنسبة لتي، هنا زائد كي اي تكامل اي اوف تي. هسا عشان نطلع الترانسفير فانكشن بنروح بنحوله لايش؟ للابلاس. هاي اللابلاس بيعطي كيو اوف اس بيساوي كي بي اي اوف اس زائد كي دي اس اي اوف اس زائد كي اي على اس اي اوف اس. وحكينا في الفيديوهات السابقة انه التكامل لما نحوله تكامل اي اقتران لما نحوله باستخدام اللابلاس نقسم على اس، ولما نحول مشتقة الاقتران نضرب في اس. سنطلع اي عامل مشترك، فيو اوف اس بتساوي اي اوف اس وافتح قوس هاي كي بي زائد كي دي في اس زائد كي اي على اس. فصفى الترانسفير فانكشن للبي اي دي كالاتي: كي بي زائد كي دي اس زائد كي اي على اس. هذا الترانسفير فانكشن لمين؟ هذا للبي اي دي. طبعا في فورمات ثانيه اللي هو بيطلع الكي بي عامل مشترك زي ما كنا نعمل في الكنترولرز الثانيات. فالكي بي عامل مشترك بضل عندنا واحد زائد كي دي على كي بي في اس زائد كي اي على كي بي في اس. بنروح بنسمي هاي تي دي اللي هي زي ما سمينا في المرات الماضية كي بي، وبنسمي هاي تي اي اللي هي بتساوي كي اي على كي بي. فبصير الترانسفير فانكشن كالآتي: يو اوف اس على اي اوف اس بيساوي كي بي في واحد زائد تي دي في اس زائد تي اي في على اس. فهذه الترانسفير فانكشن بصورة ثانية للبي اي دي كنترولر. خلينا نوحد المقام هون، يعني يصير عندنا هيك كي بي، رح نضرب الطرفين هون في اس فبصير عندنا اس زائد تي دي اس تربيع زائد تي اي على اس. فلاحظ الترانسفير فانكشن للبي اي دي شو بعمل. بضيف لي هذا السيستم بضيف كم زيرو؟ 2 تو زيروز. وكم بول؟ بصير عندي 1 بول. فبحكي لك واحد من الزيروز بعمل كومبنسيت للبول، والزيرو الثاني بحسن الاستابيليتي. فهون ميزه البي اي دي انه انتج لي 2 زيروز و 1 بول. فبنفس الوقت
الاستابيليتي والستيد ستيت ايرور بتحسن. خلينا نشوف المثال اللي هو زي ما فرضنا دائما الجي اوف اس، انه الجي اوف اس بتساوي، هاي الجي اوف اس بتساوي اوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان في اس. فرح نسمي السيستم هذا مع بعضه جي 3 اوف اس. اعطاني الجي وبدنا نوجد الترانسفير فانكشن للسيستم كامل. في البداية بوجد جي 3 اوف اس عشان التبسيط، اللي هي راح تكون جي بي اي دي اس ضرب الجي اوف اس ويساوي هاي كي بي في 1 زائد 1 على تي اس تي اي سوري اس زائد تي دي اس مضروبة في اوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان في اس. طبعا احنا حطينا ثلاث اشكال للترانسفير فانكشن للبي اي دي، تقدر تستخدم لديك اياهم، ونفس البروسيجر اذا انت فهمت كيف اشتقينا الترانسفير فانكشن في البي اي دي لما اخذنا المثال في البي دي قصدي والبي اي، فهو نفس البروسيجر. فمن نجمع الحدود فبطلع معنا كالآتي، هاي كي بي 1 زائد ضربنا في تي اي اس زائد تي دي تي اي في اس اللي هو ضربنا اس تربيع في اوميجا ان تربيع على تي اي اس اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس، اللي هي هون ضربنا في وحدنا المقام والمقام نزل لتحت. هسه بدنا نطلع، بس قبل ما نطلع خلينا ندخل هاي على القوس عشان نوجد الشكل النهائي لهاي، 1 تي اي اس زائد تي دي تي اي اس تربيع في اوميجا ان تربيع على تي اي اس تكعيب زائد 2 زيتا اوميجا ان في تي اي في اس تربيع. فهي الجي 3 اوف اس. الترانسفير فانكشن كيف راح يكون؟ كالعاده اللي هو واي على ار للسيستم كامل، راح يكون جي 3 اوف اس على 1 زائد جي 3 اوف اس في اتش اوف اس، ولانه يونيتي فيدباك فهي راح تكون ايش؟ راح تكون 1. فمضرب هاي هون بنعوض، يعني هاي كامله في هذا، بيطلع معنا كالاتي واي على ار بتساوي نعوضها هاي كي بي 1 زائد تي اي اس زائد تي دي تي اي اس تربيع في اوميجا ان تربيع تقسيم تي اي اس تكعيب زائد 2 زيتا اوميجا ان اس تربيع في تي اي، هاي تقسيم عليها، وهنا 1 زائد نحطها هاي نفسها هون كي بي 1 زائد تي اي اس زائد تي دي تي اي اس تربيع اوميجا ان تربيع تقسيم تي اي اس تكعيب زائد 2 زيتا اوميجا ان اس تربيع تي اي. هون نحط قوس، هون نحط قوس. طبعا الاشي كثير بسيط، بس انه كثرة الرموز بتحسسك انه معقد، لكن هو بسيط. هسه هون لما نضرب عشان نوحد مقام هون راح تختصر هاي مع هاي، وهاي نفسها راح تكون موجودة بدل الواحد، اللي هي علشان التبسيط لو انت عندك هيك اكس على 1 زائد واي اكس على مثلا على 4 واي على 4، فهون بتوحد مقام تضربها هاي في 4 ضرب 4 بتصير هاي اكس على 4 على 4 زائد واي كلها على 4، هاي الأربعة من الأربعة بتروح بتضل إكس على أربعة زائد واي بنفس الطريقة، نفس الفكرة، لكن إنه
الرموز كبيرة فتحسك انه هو اشي صعب، فيساوي كي بي واحد زائد تي اي اس زائد تي دي تي اي اس تربيع اوميجا ان تربيع، وهون بتصير تي اي اس تكعيب زائد اثنين زيتا اوميجا ان اس تربيع تي اي، قلنا هاي زائد هسا بنقول هاي كاملة كي بي واحد زائد تي اي تي اي اس زائد تي دي تي اي اس تربيع مضروبة في اوميجا ان تربيع. هسا بدخل الاوميجا ان والكي بي على القوس هذا كامل، وبعدين بجمع طرف الاس تربيع مع الاس تربيع، بطلعهم عامل مشترك، يعني بجمع الحدين وبطلع تي اي عامل مشترك من كامل القوس. راح اختصر هاي الخطوات واحط الجواب النهائي لانه عمليات حسابيه. فبصف عندي كي بي على كي على تي اي، جبناها هاي من المقام، والبسط بضل واحد على تي اي اس زائد تي دي تي اي اس تربيع اوميجا ان تربيع. هسا المقام بصير شكله كالآتي: اس تكعيب زائد اثنين زيتا اوميجا ان زائد كي بي اوميجا ان تربيع في تي دي في اس تربيع زائد كي بي اوميجا ان تربيع اس زائد كي بي على تي اي في اوميجا ان تربيع. هسا احنا سمينا زي ما بتتذكروا انه تي اي، او اذا بتتذكروا كي بي على كي اي، فانا بقدر اخلي الكي اي عامل الموضع القانون بيساوي كي بي على تي اي، بخلي هاي بستبدلها في الكي اي، وهاي كمان بستبدلها بتصير كمان كي اي، هاي كمان بتصير كي اي. طبعا الهدف انه احنا نوجد صيغة مناسبة عشان نحسب. هسا لاحظ زي ما حكينا في الترانسفير فونكشن انه هون رح يصير عنا بولز زيادة، وبول ضفنا بول وضفنا تو زيروز. طبعا في ناس بيحكوا لي نفس الفكرة حكيناها في الفيديو السابق، انه كيف الاس تكعيب هاي اعتبرناها اعتبرنا عند الاوريجن. هسا الفكرة انه هذولا الحدين رح يطلعوا كثير صغار فرح نهملهم، فرح يضل عنا بس هاي مع هاي، بنطلع الاس تربيع عامل مشترك، فبصير عنا تو بولز عند الاوريجن، واحد اصلا هو كان في السؤال، واحد احنا ضفناه باستخدام، يعني مش كان في السؤال الاول، كان في السيستم نفسه البول عند الاوريجن، واحنا ضفنا واحد باستخدام البي اي دي وضفنا تو زيروز، هذا خلى الاستابيليتي تتحسن وخلى الستيدي ستيت ايرور يقل فيتحسن السيستم. طبعا بنلاحظ انه البي اي دي انتج تو زيروز بالمقابل البي دي والبي اي كانوا بينتجوا زيرو واحد فقط. وهيك بنكون شرحنا الكنترولرز كلهم، ان شاء الله يكون الاشي مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.